كل يوم بيعدي العالم بيواجه تحدي جديد. الاحتباس الحراري، التصحر، ارتفاع مستوى سطح البحر، نقص الموارد وخصوصا المياه، وغيرها من التحديات اللي بتهدد الإنسانية نتيجة تغير المناخ. لكن بتفضل الأفكار المبتكرة والحلول الذكية فرصة حقيقية لحياة أفضل، ومصر هي دايماً أرض الفرص. علشان كده أطلقت استراتيجيتها لتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كأساس مهم لتحسين جودة حياة المواطن وخلق تنمية شاملة ومستدامة. وكملت مصر خطواتها تجاه الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. والنهاردة مصر بتستعد لاستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. ومن هنا جت الفكرة لإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من قلب كل محافظة مصرية، كفرصة غير مسبوقة بتقدم حلول مصرية مبتكرة للتحديات البيئية، وبترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل محافظات الجمهورية كخطوة على طريق للوصول لمستقبل مستدام. الهدف من المبادرة مش بس تشجيع المشروعات الوطنية على استخدام الحلول الخضراء والذكية، لكن كمان نشر الوعي المجتمعي بتحديات تغير المناخ ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها. ده غير إشراك كل فئات المجتمع والاستثمار في العنصر البشري، بالإضافة لدعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع كل الفاعلين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بالإضافة للمنظمات الإقليمية والدولية. ولضمان تحقيق أهداف المبادرة على جميع المستويات، تم تقسيم المشروعات المستهدفة لست فئات، وبتشمل المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. ولأن مصر مليانة بالكنوز البشرية والعقول المبدعة في كل المجالات، بلغ إجمالي المشروعات اللي تقدمت للمبادرة من خلال موقعها الإلكتروني أكثر من 6000 مشروع موزعة على 6 فئات من 27 محافظة. علشان تبدأ عمليات اختيار أفضل 6 مشروعات خضراء ذكية المؤهلة في المحافظات من خلال لجان تنفيذية داخل المحافظات على عدة مستويات لضمان الحوكمة، بالإضافة لتحديد المشروع اللي هيكون سفير لكل محافظة. وتكون مهمة اللجنة الوطنية بعدها اختيار وتقييم أفضل المشروعات في الفئات المستهدفة بمشاركة بعض منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية طبقاً لعدد من المعايير تم وضعها من خبراء متخصصين. وبتشمل المعايير مراعاة المشروع للمكون الأخضر ومعايير الاستدامة، بالإضافة لمعيار المكون التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أما المعيار الثالث فهو قابلية المشروع للتكرار أو التوسع، وأخيراً أثره الممتد على المجتمع. أما فئة مشروعات المرأة بتخضع لمعيار إضافي وهو التمكين. وبالفعل ومن بين 162 مشروع تأهلوا للمرحلة النهائية، أعلنت لجنة التحكيم عن 18 مشروع الفائزين على مستوى الجمهورية علشان يمثلوا مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 كفرصة جديدة لتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر. ودي مش النهاية، دي مجرد خطوة في طريق الألف ميل. ومهما كانت التحديات، هتفضل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجربة ملهمة ومبتكرة من قلب مصر لكل العالم، بتأكد إن تعاوننا مع بعض لحماية كوكبنا هو سبيلنا الوحيد لحياة أفضل. ولحد ما يتحقق الحلم، هتفضل مصر زي ما كانت أرض الفرص، وهتفضل المبادرة مستمرة في تحقيق هدفها، حلول مصرية لمستقبل مستدام.